السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في عالم مريم للطبخ. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كيف المعتاد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد طبق ديال الباذنجان وصلصة الطماطم مع البيض. كيطيب في الفران كيجي زوين بزاف ولديت. وبقوا معايا حتى لاخر الفيديو، شوفوا المكونات والطريقه. نبداو على بركه الله. نحتاجو الباذنجان، غادي نقي على هذه الطريقه تقريبا جوج ديال الباذنجانات اللي استعملت، وغنحتاج صلصة الطماطم الجاهزة ممكن توجدوها في الدار، وغنحتاج البيض، وغنحتاج هذا الأوريغانو اللي غادي نضيفهم على صلصة الطماطم، وشوية ديال الملح والحبق الفريش تري، وغنحتاج اللاطة اللي غادي ندخل الفران. أول حاجة غادي نقطع الدنجال على هذا الشكل. هذا انا قطعت وحده وخليت وحده باش نشوف ونوريكم الطريقه كيفاش نقيته. غادي نقليها في الزيت، غنديروا في شويه ديال الدقيق وغنقليه في الزيت ونرجع معاكم. من بعد ما قليت الدنجال في الزيت على هذه الطريقه، غادي ندوز نوجدو صلصه الطماطم ديالنا. غنضيف عليها شويه ديال الاوريغانو كيعطيها واحد النسمه. انا كنفضل الاوريغانو على التوابل الاخرى. وغنضيف الملح لان الباذنجان ما ضفتلوش الملح فاش قليته. غادي نضيف واحد الكميه اللي المهم راه كتبقى على حسب الذوق. وغنحرك غادي نجيب اللاطة ديالي اللي غادي ندخل الفران. غادي ندير طبقة ديال صلصة الطماطم، ممكن توجدوها في الدار تحكو مطيشة وطيبوها بحال غديروا لاصوص بيتزا، وتنسموها كيف ما بغيتو يعني ماشي مشكل. انا خديت الجاهزة موجودة عندي، وهكا الوجبة كتوجد بسرعة. ممكن تستعملوها وجبة غداء او عشاء. غادي نهز القطع ديالي ديال الباذنجان وغادي نحطهم على هذا الشكل. وغادي نحط طبقه اخرى ديال صلصه الطماطم. نحاول نغطي الباذنجان ديالي. المهم هي الكميه كتبقى على كل واحد، ولكن راه كتجي رائعه جدا. يعني انا الكميه اللي درت كامله استعملتها. وبالنسبه للباذنجان ممكن ديروا 3 4 على حساب اللاطه اللي عندك. ممكن ديري 3 4 ديال الطبقات، 5 ديال الباذنجان، وكتجي رائعة الصراحة في المذاق. غادي نحط شوية ديال أوراق الحبق الطري كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين بزاف. وغادي نحط طبقة أخرى ديال الباذنجان. وندير نفس العمليه ونحط شويه ديال صلصه الطماطم.
ندير شويه ديال الاوريغانو، اعشاب منسمه كتبقى اختياريه رغم انها كتعطي واحد المذاق بنين بزاف. ندير الطبقه الاخيره ديال الباذنجان، ونكمل الصلصة اللي بقت عندي. غادي في هذا الأثناء غادي نضيف شوية ديال الأوراق ديال الحبق، نزيدهم واحد كمية قليلة. وغادي نضيف البيض. بالنسبة للبيض ممكن تضيفوا 2 3 4 يعني اللي بغيتو على حسب الأشخاص. وصدقوني كتجي رائعة في المذاق، يعني عندها واحد المذاق خطير جدا، نتمنى تجربوها وتردوا عليا. غادي نحط شوية ديال الفروماج، غادي نحاول ندوره غير على البيض اللي هرسناه تما فوق الطبق. وهاد الأثناء ندخلوها الفران كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خرجتها من الفران هذه هي الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا، كيجي لذيذ بزاف والمنظر ديالو كيجي رائع، يعني الالوان و مهم الفيديو راه كيوضح كل شيء والصوره راه باينه. وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله فيديو قادم باذن الله.